سمحوا لي من أخطائنا في وقت الخطبتين كي يدير الشيخ الخطبتين من أذكره على سبيل المثال كاين اللي ما يستقبلش القبلة كل واحد وين مكسل في الدرس عادي في الدرس كاين اللي يتكاك ولكن الخطبتان تعوضان الركعتين صلاة الجمعة عندنا زوج ركعات ولكن قبل زوج ركعات كاين زوج خطبات سناث الخطبات خطبتين من بعد أدسنت الركعتين من الأخطاء الإمام طلع في المنبر يجي واحد من اللي يصلي هنا ركعتين الله أكبر بسم الله ما شاء الله عليه يروح يصلي ركعتين ما يصليهاش لهيه يصليها هنا ولا لهيه يشوش على الإمام ويشوش على الناس ثقي تشدوا له غير صرفقه تشدوا له غير الحذاقه نغف الدرس سمحوا لي الإمام يدرس بنهار الجمعة يجي واحد هو راه يدرس هنا هنا الدرس ماشي يصلي ركعتين براحته ولكن يجي يصلي هنا تولي باش تشوف ناس دير هاك عادي نقول لك انا نطبق السنه بالسنه بهذا التطبيق بهذه الطريقه نهدم السنه يعني تصرف كاع النبي صلى الله عليه وسلم اغدي قال لقد تربي لقد تسعم الحداقه او كيفاه وحضرنا لمشايخنا زمان يوقفهم يقولوا حبس حبس ولكن الله عارف اقل غادي زمان النظام لا اله محمد رسول الله باش كديني غير مثلا تصرف كاع الادب يسعى مازال النبي صلى الله عليه وسلم ناد انما في الحديث خرجه الامام البخاري في الادب المفرد انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق ان روايه النظام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق الأخلاق يسعى أن تزل دمقران ذاك ثورة من الأخطاء اللي يرتكبها بعض الناس أن الإمام يخطب وهما يقصروا خاصة اللي ما سمعش الخطبتين خاطر كاين هذا الخلل يقول كذا صحت لي بلاصة هنا في الجامع نسمع للشيخ اما اللي راني برا ما نسمعلوش الميكرو ما يسمعش يدير رايو لا لا كالذي سمع والذي لم يسمع كلاهما مطالب بالانصات اما ذوين يسلان اما ذوين نور نسلي الى قد سسمن اخطر الامام يولي في المنبر ذيان إذا قلت لصاحبك أنصت وقمت النظام سوسم والإمام يخطب يخطب في المنبر ماشي يدرس الدرس الدرس الجمعة جائز مشروع باش نكس الشك ماشي كان خطبتين درس الجمعة مشروع ولكن ماشي المعنى اسم دم مشروع معناه يجوز التشويش لا أيضا ليس من الأدب التشويش كما قال العلماء على المتحدث على المتحدث يتكلم ورسيد زماول وتشويش فلاس وكذا وما أدراك إذا تعلق الأمر بدرس في الجمعة اللي هو يسبق الخطبتين يوم الجمعة فقد لغوت معنتها المراد ذاكي لغوت اللغو كي ساعة سي المعاني أولا اللغو هو رديء الكلام الكلام الرديء الفاسد الذي لا يصلح هو اللغو ذاكي فقد لغوت لأن العلماء ديننا المقصود بذلك صارت جمعتك ظهرا يعني يروحك الأجر لصلاة الجمعة في غرض الطهور أما كنت زود 4 ركعات للعلماء ديننا لا ظلاج غير نقسم
نقص الأجر. ولكن متسا إسنث وارث إسنث وارث. طبعا العلماء كان عندهم أيضا أقوال أخرى، يقول لك ميل عند الضرورة، ميل الكلام للفائدة للتنبيه، لا حرج على أن يكون قليلا بما يحقق المقصد. أسنث كان أين لاقا وننادو لم يبدي الظل ثميل الإمام يغلظ أسنث سبحان الله ري فيه مالا يجوز أستهضر، ولكن أستهضر ماشي أستدوض أول غزيفن أول كان ريفهم أول كان أذي يفهم باللي يغلظ ذايا كان وذا قلت سيعذر الدنوف ذاين يجوز وقذ يتظلف. وما أدرك في الخطبتين، في الخطبتين أدي أول كان لقا من مانيش عارف هذه لي مثلا سيرسيس بالنس قوم كان دوري لا قرا غادي لي مثلا اليوم كان فارغ السور ضم كان السنه كان صلي فيه يعني اين ينفع ان شاء الله لا حرج في ذلك. ولكن لان العلماء ديننا شو المقصود ما الى يون سيفكار زي الخطبتين وسيفكار القيمه يلغو يتكلم يقصر يحكي عادي. لذلك وطبعا نركز على ان الخطبتين اذنت باللغه العربيه في كل مره ننبه الدرس ديروا بالدارجه بالقبيليه عادي استعمل مصطلحات باي لغه، ولكن الامام في الخطبتين يخطب باللغه العربيه استعرف. وهيبه الخطبتين لا تتحقق الا باللغه العربيه ولا أحد يثبت العكس. خطر لو كان سنسرح اللغة في النظام كل واحد واش من اللغة اللي يستخدمها الفوق وسرح سورة أندى. وثاني في فائدة أخرى أن الناس الذين لا يعرفون العربية يتعلمونها، وهذا مقصد كبير. وقد قال لنا الكثير من الناس ما تعلمنا إلا عن طريق الخطبتين، بل حفظ الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإمام يكررها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره حفظوها. يقول كان ما قريتش العربية ولكن تعلمتها، وهذا مقصد من المقاصد. سأعود إلى هذا الموضوع في فرصة أخرى بمزيد بيان لأنه ما زال في إشكالات مطروحة، إن شاء الله سنعود إليه في وقته وفي محله. إذن هنا نركز على أن اللغو هذا قد يصدر من الذي يسمع للخطبتين والذي لم يصله الصوت فكان يلغو على أساس أنه ما سمعش صوت الخطبتين. كلاهما مطالب بالإنصات. أما ذوينا إلا ذي الجامع يسلام الخطبتين وإلى قرى ذي يهضر ذي يخدم اللغو، أما ذوين اللان ذي ضرا وثي بضرا الصوت